صوتك في صحنك على إي إف إم أحلى راديو. إي إف إم أحلى راديو، جمعة 29 أفريل الموافق لي 28 رمضان. أنتم ما تسمعوا فيه برنامج صحتك في صحنك، نوال بيزيد معاكم، نرافقكم كل يوم رمضان كامل، رافقناكم 6 متاع العشية، نحكيوا على مواضيع تحس تخص الصحة متاعنا والصحن متاعنا. واليوم مش نحكيوا على التغذية اللي تمس تقلق الجهاز الهضمي مع يسرى برناز أخصائية التغذية. مرحبا بيك يسرى. يعيشك وبيك نوال. يعيشك. نحكيوا ساعة على أهم الحاجات اللي تقلق الجهاز الهضمي، لي موتيف دو كونسلتاسيون كيما نقول. بي هما جينيرالمون الكونستيباسيون، القبض يعني احنا نسميوه، فما الارتجاع نتاع المرق الغفلو غاسترو اوزوفاجيان، فما البروبليم تاع فم المعده يعني يقلقهم العباد، توجع برشا معدتهم ولا ما تهضمش، عسر الهضم، وفما توسكي دياري زاد، فما يعني الكونترير نتاع القبض والكل، وفما الوجيع يعني نتاع لي غاز وبرشا هذوك. فوالا وبالونمون، وفما زاد التبعات الكونستيباسيون حتى ساعات دياري اللي هو ليزيمورويد في وقت من الاوقات، زاد يقلق وتابع الجهاز الهضمي ويزمو زاد ماكله سبيسيال باش نجمو نتعافاو منه. باهي، شنو هما الحاجات اللي ابانير بالنسبه للناس اللي عندهم المشاكل نتاع الهضم؟ بيه هو نبداو بالغفلو، يعني اللي عندهم الغفلو ديما 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 ساعة، العبيد اللي عندهم غفلو اللي يوصل للشرق، يعني هما في الليل يبداو راقدين ويشرقوا، نحكيش على مره كلي حاجه حاره ولا كلي حاجه يسر ايبيسي صارت له، نحكي على بلوزيغ فوا بلوزيغ ريبريز مع عسر هضم وكل. دو بريفيرونس لهنا يكونسلت غاسترو ويشوف السبب، حتى ساعات جينيرالمون مش ساعات، هو اكثر الحالات فما نوع نتاع بكتيريا اللي هو موجود ياسر عند الناس الكل، براتيكمون نص الكره الارضيه لهنا في تونس موجود عندنا زادة برشا بكتيريا عاديه تنجم تتعايش معها، اما اذا كان زادت على حدها وعملت كل قشره جديده احنا نقولوا قرح يعني في المعده، هنا لازم تتنحى. دونك كيفاش باش نعرفوها؟ نعرفوها كان عن طريق الفيبرو، فما توا تحاليل اخرين اللي يكتبهم الطبيب الغاسترو يعني والكل، باش يعرف يشخص هو الحاله اسكو عنده ولا لا، ويشوف عن طريق الفيبرو ياخذ عينه ويحللها. إذا كان موجود البكتيريا هذه لازم تتنحى، تتنحى كيفية يعطي دوايات معينين لفترة معينة، ساعات طويلة الفترة هذه يعني بتاع 15 يوم، بعد يتمد الدواء حتى الشهرين، ونعطيوها احنا أخصائيين في التغذية ريجيم معين للحالة هذه باش ما تزيدش تتعكر الأمور. مثلا نقولوا لهم لهنا حتى الفلفل الأكحل ما يأكلوش، الفلفل الأكحل سي انتيردي، هو راه فما عبيد يقول لك لا عادي ما يعمل شيء وكل، أما احنا دو بريفيرونس عن تجربة نقولوا فك علينا أخطانا، خاطر تخو إبيسي فما الحار بيان سور هذاك لا يقلقهم بالكدي العبيد، نقولوا لهم الشربة في الليل لهنا لا على خاطر حاجة ليكيد اون بلوس تخو إبيسي نعملوها بحمرة دونك تقلقهم. فما اللي يقول لك أنا نعمل فولوتي وإحنا شقان فطر مع السبعة ولا بكري وانا نخرج وكل، هذي تتعدى يمكن فولوتي يعني حاجة كونسيستانت كي بيوغي نحن نقولوا مثلا شربة عدس ولا حاجة تتعدى، تبدأ زعرة وما فيهش برشا فحات كركم كهام مثلا وشويه ملح تتعدى، اما يسو في حد فيها لفحات راه باش تعكر الامور. عندك توسكي مقلي زاد عليه، والحاجات السكري والقهوه والشوكولاته زاد تعكر الامور هذوما الكل بالنسبه للغفلو. بالنسبه توسكي فما حاجات اخرى يسرى كان صححني كاني غلطه، الجازوز فما حاجات حامضين شويه معناها ساي كم يشربوهم برشا، حتى سيترونات ساعات يكثر من سيترونات ينجم يقلقوا ما بوينه تلمو هذوكم خاطر نحسبهم مش تابعين الماكله عندك الحق نوال. دونك توسكي غازوز يعكر برشا يعني ديجا نقول لهم انترديه هذاك ستريكتومون، وسيترونات جو دورانج توسكي حامض هكايا راهو يعكر الامور بالكدا، مثلا شربين الماء حتى مع الماكله زاد يزيد يقلقهم. قول قايمه شنو بشكل العباد هذوما راهو بالعكس يولي ياكل منظم جوست ينقص في اللفحات نقول له، وتتعود بك الماكله هذيك وتنحي توسكي على غالب هذوكم، هما حاجات مش باهين راهم كيما الغازوز وكل الانتيرم يعني فيهم سكر كولورون مش حاجه هذيك علينا ننساهم ديجا نوال. دونك دو بريفيرونس تبعد عليهم. فما زاد العباد اللي تتكيف راهو يزيد يعمل لهم برشا الجير يزيد عليهم فاكتور يعني فافوريزون اللي باش يزيد يعكر لهم الحكايه يزيد على الجير. باهي هذايا فيما يخص الجير. سينو باهي بالنسبه تاع الكونستيباسيون يعني توسكي بالونمون انتفاخ الغازات باش نحطهم كل فازا شكار احنا نقولوا، باهي هو جينيرالمون لي الحاجتي يا الكولوباتي فونكسيونيل يعني احنا نقولوا له مصرى الخشين في تونس جينيرالمون، والا الكولون العصبي
كل واحد كيفاش يسميه. دونك هما راهو حاجتين ساعات ديفيرونت، راهو مصرا لخشين حاجه كل العصب حاجه. لانه التشخيص يعطيه نورمالمون الطبيب يعني نتاع الامراض الجهاز الهضمي، واذا كان عطاه راهو فما ريجيم لازم بيان اتوديه مع اخصائيه في التغذيه، اللي هو مثلا الكولون العصبي فما ماكله تتنحى بوندون ان موا، وبعد نبداو نرجعوها بشوي بشوي، اللي هما يعملوا فيرمونتاسيون في وسط البصار والكل، كيما مثلا الحمص، الفول، اللوبيا، العدس، الخضره النيه مالوغوزمون لهنا، وبعد نبداو مش كلها بيان سور كلكو انواع نتاع خضره، وبيان سور نحيو الجازوز وكل حكايه والحليب وبرشا حاجات تقلق يعني البصار والكل سوسبيل كل، ونبداو بعد مشبوهين اكزاكتومون. وبعد نبداو نرجعوا بشويه بشويه. الكولون العصبي راهو عنده اعراض يشبهوا ياسر للاعراض نتاع المشكله نتاع المعده والكل. دونك هذيك عليه ديما نقول لهم التشخيص امشيو للطبيب المعده وهو يشخص حسب الفيبرو ولا الكولوسكوبي، وإلا حتى بالكونسلتاسيون هذيك يعرف هو اكسبيريمونتي يبدا على الشخص هذاك، دونك باش يعرف شنو عنده بالضبط، وبناء عليه نبنيو الريجيم الصحيح. خاطر اذا كي تبدا في وحدك هكاك تقول ها عندي مصرى لخشين، وانت تبدا عندك بروبليم في المعده، لازم نونتريت البروبليم الاصلي سينو مانيش باش نقعدوا ندوروا في حلقه مفرغه. يوصلوا حتى العباد تعمل سينيومون يعني، وكل خاطر ما يمشيوش الطبيب يقول لك تناخذ مسهلات وكل، وذيك حاجه خطيره ديجا نقول احنا هاري المصار هذاك النوال. دونك ما يلزمناش هكا نحطوا رواحنا في بلاصه الطبيب والا نفتيو كما نقولوا احنا، هذايا القولون العصب بلوتو البالونمون والانتفاخ والانتفاخ البالونمون والكونسيباسيون والاسهال زاد ساعات فرد كيف ما قلت انت فرد شكاره. هو راهو الجهاز الهضمي كل مربوط ببعضه من الفم للي وين حاشاك يعني نعملوا التواليت نتاعنا والكل. دونك بالنسبه للجهاز الهضمي هذايا راهو ساعات عرفت قطار قد يخفي ساعات الاعراض المتشابهه لبعضها، واحد يدخل كونفيوجن يقول لك ليه انا كي ناكل حاجه حاره تقلقني خل نبعد وكاها. اذا كانت تحسن انت بك الحاجه هذيك حكايه عاديه بنال يعني مشيت على روحها، نقول نحن عصاب في المعده بستريس بالعصب وكي مشيت على روحها وتعديت صاغي فرح. اذا كان انت باقي ما تحسنتش برغم الشيء اللي عامله كله بديت تبعد على ماكله معينه لهنا نتصلوا بالطبيب. بي في حاله انه فما دياغي دياغي لهنا راهو برشا برشا مش بيه، خاطر يعمل ديزيتغاتاسيون وراهو يفقد الاملاح المعدنيه من بدنه العابد ويفقد كلكو فيتامين وكل. دونك لهنا نقولوا لهم زاد كيف كيف اذا كان تواصلت الحكايه فوق جمعتين ولا ثلاثه جمعات راهو حاجه مش عادية، مش نتيحو ناخذو فكان شاي والجازوز والروز وكله وبنان وبعد ما عملنا شاي ما نصلحوش حاجة هكاك يعني. دو بريفيرونس كانت مدات الحكاية نمشيو للطبيب. حاجة أخرى فما لوتو ميديكاسيون زادة خايبة هنا، فما برشا عباد تداوي الذاتي ياخذوا دوايات يمشي للصيدلية يقولوا مثلا راني عندي دياغي ولا عندي كونستيباسيون عطيني، هذيك حل وقتي وقتها مش يسهل لك الحكاية يعدي لك الحكاية هذيك. من بعد لازم راهو لازمك تعرف علاش صارت، خاطر ساعات قلت لك حكاية كبيرة برشا تبدا وتتريقل، إذا كان طفيها تولي كبيرة برشا برشا تولي تؤدي إلى أمراض خطيرة. لطف علينا وبعيد شرحة الأمراض الخايبة. وي فما حاجة زيدة ناس اللي سنسي احنا توا في الأيامات الأخرى متاع رمضان سنسي ما يصوموش، لكن يصوموا ضد القرار متاع الطبيب متاحهم، خاصة اللي وين فما خطورة باقي الكل ينجم يقلق جودة الحياة كما نقولوا. ما هذا هوني نحكيوا على القرح في المعدة اللي هو حاجة معناها ماهيش مش تفديك معناها شيء هذية. وشنو نجمو نصحوهم يسو فيه ساي سي كونفيرمي الدياغنوستيك اللي هو عنده قرح في المعدة وما عندوش حق يصوم، دونك شنو يزمو ياكل وشنو ما يزموش ياكل. بيه إذا في حال كما قلت أنت كونفيرمي والكل، القرح في المعدة حاجة ما نستهونوش بها، خاصة إذا كان يبدأ العبد في مور يعني يتكيف فاكتور أغرافون. لهنا ساعة أول حاجة باش ينحيها توسكي تي وقهوة يتنحى كومبليتمون، توسكي فلفل أكحل الحار هلي ذيك عبانيغ، وتوسكي أسيد كما قلت أنت قبيليك سيترونات جو دورانج أي حاجة أسيد حامضة على المعدة والجازوز وهذوما هما جينيرالمون والمقلي والماكلة الحمراء وقتها يبعد عليها بيريود، ومن بعد يرجع ياكل بشوي بشوي هو كل شيء يتصلح راه في البدن يسوفي بدا يتصلح وبالدوايات والكل لهنا سافا. مي جوست حاجه برك في رمضان العبيد اللي احنا نقول لهم ما تصيموش راهو ساعات نقراو حسابنا ونقول له راهو خاطرك باش تتعشى وبعد تتسحر وترقد وانت بالمشكله في المعده سورتو كي يبدا فمعته محلول راهو شاي باش يبدا طالع هابط لا كامل باش نشرحوا لوزافاج.
النجم الصباح يصبح يرجعك العبد هذاك ديجا باش يتقلق كما قلت انت في النوم نتاعو وباش يشرق والكل لهنا هذاك علاش فما عباد يقولوا لهم ما تصيمش يا خويا افطر لي فطور الصباح مادام تتحرك وتخدم والكل وافطر فطور القايله وافطر عشاك نتاع الليل وتحرك من بعد المهم ما ترقدش ديريكت فوالا والفرش نتاعك انكليني لازم يكون يعني شويه ماكش باش باش طلع راس وطالع بارابور للبدن فما ساعات دي ريكومونداسيون يعطيوهم لي غاسترو يقولوا حط يعني زوز ساقين يعني بتاع 4 على 5 سنتي تحت الساقين بتاع فرشك وين تحط راسك والكل خاطر كي باش يحط زوز مخاد ينجم يغلي له يغني سيرفيكال ما نشاء تولي مشكلة أخرى دونك انت يطلع شوية ساقين بتاع الفرش من شيرة الراس باش يكون ديما مرتفع شوية بالنسبة للبدن وما يصير الشكل الغفلو غاسترو أوزوفاجيان. ميرسي بوكو يسرى يعطيك الصحة يسرى برناز أخصائية تغذية. مازلنا مواصلين في صحتك في صحنك تو سويت مع شيف سليم بن عمر. صحتك في صحنك على EFM أحلى راديو. يجي بحدنا كالعادة شيف سليم بن عمر يعطينا الوصفة متاع اليوم. مرحبا بيك شيف. عايشك نوال. اليوم ما فماش حار ما فماش مقلي ما فماش برشا فيه بالطبيعة نتبعوا ديما النصائح نصائح متاع التلسيونيست متاعنا. ايه باش نعملو روز شرقي روز بالخضرة روز بالخضرة وباش نعملو بولي بالجلجلان بولي سيزان بيه حاجة حاجة شامية سهلة وبنينة على الاخر. ايه دونك عنا الروز الشرقي كيفاش باش نعملوه باش نقصو البصل جويد نحطو زيت جديدة نقليو دوبليش البصل من غير ما يولي دوري جوست يولي كل شوية ترانسبارون ونخلطو عليه الروز الروز دونك باش نقليو الروز مع البصل حتى كشي كله يولي بالزيت معناها تاع زيت جديدة يتقلب الكدا ونمرقوه بالماء فوا دو معناها حطينا 250 غرام روز نحطوا 500 غرام ماء انا رتيه نص لتر ماء داكور ونتبعوا حسب الفوا دو معناها كونتيتي نتاع الروز فوا دو بالطبيعه نفوحوا شويه ملح شويه فلفل اكحل ما كثروش فلفل اكحل كما كنا نسمعوا قبيليك ونحطوا كان نحبوا نفوحوا الروز نتاعنا نحطوا شويه كليل شويه زعتر مع الروز هو يطيب دونك عندنا الخضره نتاعنا نقصوها جويده ناخذوا كعبيت سفنيريا نقصوهم جويدين ولوبيا خضراء كيف فما معناها نقصوها زاده جويده ونحطوها معاهم باش يطيبوا مع الروز دونك الروز نتاعنا ريبيلاف اللي هو الروز الشرقي ولا ريبيلاف بعد ما يتقلى نمرقوه بالدوبل نتاعو ماء نحطوا الخضره نتاعنا اللي باش تطيب ونغطيوه يزمو يتغطى بالقدا باش يطيب دونك لين يغلي كي يغلي الماء نقصوا شويه على الغاز ونخليوه يطيب سله سله دونك البولي سيزام تاعنا كيفاش بنعملوه نقصوا ناخذوا بلوند بولي نحيوه بالطبيعه كان فما القروش الصغير اللي يقعد هذاك نقصوهم مع الماشين بالطول جراير جراير كيما نسي نقصوا معاهم البصل كيف طويل شويه كيفهم شويه ملح شويه فلفل اكحل كان فما كلفاح نتاع الدجاج سينون نزيدو شويه كركم شويه جنجبر ونخلطو بالكدا دونك نحطوهم بعد يطيب بعد ما نخليوه شويه نخليوه نحطوه يطيب في كسرونه سخونه دوب ما يطيب نحطو في الاخر الجلجلان ما نحطوهوش من الاول خاطر يسيب المراره كي يطيب دونك هو بطبيعته الدجاج باش يطيب باش يسيب الماء نتاعو يقعد يطيب شويه ومن بعد في الاخر نحطوا الجلجلان دونك الروز نتاعنا نرجع نقاوه حاضر من الفوق باش يعمل كل لي بول من الفوق ديجا فما تراس اللي هو ديجا طاب نحيو على شيره ريبيلاف معناها بنين على الاخر معناها يتسرب سخون مش كيما اللي كيما يتسمط نتاع سلطه روز يتسرب بارد هذه ماذا بينا ديما سخون يقعد ونعود نحطوا فوقه البولي سيزام وشوية معدنوس مقصوص شوية ملفوق وكذا كان وصفة صحية وبنين على الأخر فوالا يعطيك الصحة شيف سليم
بن عمر كل يوم تعطينا وصفة نحاول نكونوا هكا في انسجام كما نقولوا مع الموضوع الرئيسي متاعنا. واليوم حكينا على أمراض الجهاز المعدة والجهاز الهضمي من الفم حتى للمخرج كما نقولوا. شنية الحاجات اللي تنجم تقلق وشنية اللي لا تنجم ترجعوا تلقاو الحلقة هذه موجودة على فيسبوك على يوتيوب راديو إي إف إم وتلقاوها زيد على الباج صحتك في صحنك. احنا نتقابلوا غدوة اليوم نعرفوش اسكو رمضان 29 ولا 30 ولا نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت. شيء طيبة للناس كل صباح الخير. صحتك في صحنك على إي إف إم أحلى راديو.